أعتقد أن تداعيات الأمر وهذه الخطوات التصعيدية في الداخل والخارج، أولا أتكلم داخليا، هذه الخطوات من إسقاط جنسية سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم وإغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية واعتقال نبيل رجب وإبعاد زينب الخواجة، والآن استهداف علماء الدين واستهداف شعيرة الخمس أو فريضة الخمس وغيرها من الإجراءات التي الآن تتدحرج، كرة الثلج تتدحرج وقابلة للاتساع بشكل أكبر جدا. أولا هذه الخطوات تصب في صالح قطع الطريق على أي مصالحة مع النظام الخليفي في المستقبل القريب والبعيد. البعض كان يعتقد أن هناك فرص لأن تتم المصالحة والتصالح مع نظام آل خليفة، لأن الخلاف بين شعب البحرين وبين آل خليفة خلاف سياسي حسب قراءتهم، هناك مشكلة سياسية عائلة مستفردة بالحكم، نأتي نتحاور معها نتفاوض معها نمارس بعض الضغوط مع على آل خليفة على أساس تعطينا بعض المكتسبات من أجل أن نشارك آل خليفة في الحكم. الإجراءات الأخيرة كلها تدلل أن الصراع والخلاف ليس خلافا سياسيا وصراعا سياسيا. أنا أؤكد ما ذكره سماحة الشيخ وما ذكره الإخوة أن الصراع مع آل خليفة في السابق كان صراع وجود من السابق، ما أعرف، من السابق كان الصراع صراع وجود، إلا أنه كان يغلف بأنه صراع سياسي، قضية التجنيس، قضية محاربة الأرزاق، قضية حرمان المواطنين الأصليين من البعثات الدراسية وغيرها من الإجراءات، التعذيب الوحشي في السجون، كل هذه الإجراءات تدلل أن الصراع مع آل خليفة هو صراع وجود. نعم كان يعطون فسحة من العمل السياسي الشكلي مثل البرلمان والانتخابات البلدية من أجل تغليف الصراع وكأنه صراع سياسي، لكن في جوهره وحقيقته هو صراع وجود. اليوم تم كشف اللثام عن حقيقة الصراع، آل خليفة اليوم أعلنوا أن صراعنا هو صراع وجود، الآن تم سحب الستار وإظهار الوجه الحقيقي لآل خليفة وصراعهم مع شعب البحرين. لكل صراع مقتضياته، إحنا إذا صراعنا صراع ثقافي نشتغل بس ثقافة، إذا صراعنا صراع سياسي نتوسل بالآليات السياسية والأدوات السياسية لنكون بحجم الصراع، إذا الصراع صراع وجود لهذا الصراع مقتضيات ويجب أن نستعد لهذا الصراع ونكون بحجم هذا الصراع. أعتقد أن الأفق بالنسبة إلى مصالحة سياسية وحل سياسي في البحرين قد أغلق، ووصلنا إلى طريق مسدود في مسألة المصالحة مع نظام آل خليفة وعائلة آل خليفة. وأعتقد أن القرار اليوم هو قرار القتل الرحيم وليس القتل الدموي. ما المقصود بالقتل الرحيم والقتل الدموي؟ في بداية الثورة عندما دخل درع الجزيرة إلى البحرين كان القرار بيد السعودية وكان القرار قتل دموي، نزول الدبابات في الشارع، قتل الناس، تعذيب الناس حتى الموت في داخل السجون، فكان الجواب هو الرصاص والسيف والضرب بيد من حديد لإرجاع الناس إلى بيوتهم. اليوم كل الخطوات تؤشر أن القرار ليس استخدام القوة، وإلا كان بإمكان آل خليفة من أول يوم من إسقاط جنسية الشيخ عيسى أن يهجموا على الاعتصام حول بيت الشيخ عيسى وقتل الناس وقمع الناس
من حوالي بيت الشيخ وهم يمتلكون القوة في ذلك. واعتقال الشيخ إما تهجيره أو سجنه أو قتله، يمتلكون القوة في ذلك، عندهم السلاح والدعم الدولي وعندهم قوات مرتزقة أعداد هائلة. فقرار القتل الوحشي الدموي غير مطروح على الطاولة. أعتقد أن من يدير الساحة اليوم هم البريطانيين، لذلك القرار اختلف عن قرار والخطوات التي كان يتخذها السعوديين في بداية الأمر. السعوديون والأمريكيون عندما يتعاطون يتعاطون بشكل وحشي وغبي. إذا يريدون أن يفرضوا إرادتهم في مكان في موقع معين يقومون بالقتل العام كما يحصل اليوم في اليمن. القرار في اليمن هو قرار أمريكي سعودي، جاءوا قصفوا اليمن، قتلوا الناس عن بكرة أبيهم، أحرقوا الأخضر واليابس، ارتكبوا مجازر وحشية لفرض إرادتهم السياسية. في البحرين اليوم القرار ليس بأيدي الأمريكان بشكل مباشر وليس بيد السعوديين بشكل مباشر، القرار بيد البريطانيين والخطة خطة بريطانية، والدليل على ذلك ما أذكره اليوم. اليوم أسقطت جنسية الشيخ عيسى، وأغلقت جمعية الوفاق، وأغلقت جمعية الرسالة وجمعية التوعية، ولم يتم الهجوم على الدراز واعتصام الدراز، بل قاموا بعدة خطوات مغلفة باسم القانون، القانون الذي يصيغه الخليفة بما يتناسب مع رغباتهم وأهوائهم السياسية. اليوم يتم استدعاء العلماء للتحقيق، في اليوم الأول يرجعونه إلى منزله، في التحقيق الثاني يوقفونه 3 أيام، في التحقيق الثالث يوقفونه 15 يوم، وكله باسم القانون. هم كان بإمكانهم أن يداهموا منازل علماء الدين ويعتقلونهم بطريقة وحشية، ولكن ذلك سيتبع ردات فعل شعبية، وإذا كانت هناك معاملة وحشية سيكون هناك ردة فعل شعبية، وستكون هناك ردة فعل خارجية. لذلك هم يريدون أن يقوموا بقتل والقضاء على دور الشيخ والقضاء على الثورة، ولكن بأسلوب هادئ، نقول يقتلها بقطنة هو يبتسم، يقتلها بقطنة هو يبتسم، يستدعي المشايخ يصورهم بعد في مركز الشرطة وهم يسالفون ويضحكون وينشرها بعد، ما عنده مشكلة، يحقق إياهم اللي طلعوا من التحقيق يقولوا والله كان خوش معاملتهم طيبة بعد في التحقيق باحترام، لكن هو حقق هدفه. كل من يحضر اعتصام الدراز يعتقل ويكمم فاه، الهدف الذي يريده يتحقق، ولكن بدون أن يكون لنا ردة فعل. اليوم كل المشايخ لحد اليوم 12 شيخ صحيح؟ 12 أو 10 10 أو 12 معتقلين ومددوا لهم 15 يوم في ردة فعل شعبية؟ ما موجود أي ردة فعل شعبية. لو داهموا منازلهم في منتصف الليل وضربوهم وأهانوهم لكانت هناك ردة فعل شعبية. لو يهجمون على منزل الشيخ ويحاولون اعتقاله بالقوة تكون هناك ردة فعل شعبية، لكن خطتهم لا، يفرغون الساحة ويفرغون ميدان الاعتصام بالهدوء. الآن إحضاريات واستدعاءات وقعونهم تعاقدات، شوي شوي شيخ عيسى بيقعد الصبح بيلتفت ما في أحد حول بيتهم وبيطرشون الإحضارية بيقول تعال احضر المحكمة، وصار قرار بإخراجك أو قرار باعتقالك، صدر عليك حكم قضائي بالقانون، ويأخذونه يطرشونه في أي طائرة إلى بيروت أو بغداد أو النجف أو طهران، أو يأخذونه إلى السجن معزز مكرم في سيارة
مكيفة ومريحة ويشيشون السجن وانتهى الموضوع بدون حصول أي ردة فعل شعبية. احنا إذا عرفنا كيف يفكر الطرف الآخر يجب أن نضع خطة بديلة تفسد عليهم مخططهم، تفسد عليهم مخططهم. اليوم استطاعوا ونجحوا إلى هذه الساعة هم ناجحين 100%. الآن موجود 12 عالم دين في السجون، وعندنا ما يقارب 30 شيخ اللي موقعين تعهدات واللي موقعين على أساس ما يحضرون اعتصام الدراز، غير الشباب اللي اعتقلوهم وهم يحاولون يدخلون إلى الدراز، غير الرواديد. بعد أيام، أقل من شهر، شيخ عيسى بيشوف روحه وحيد في بيته، بيصبح الصبح ما في أحد حول بيته، وما في أي إدانة دولية للنظام، لأنه ما قام بشيء وحشي، قتل، سفك دماء. لذلك نحن إذا عرفنا حقيقة الصراع يجب أن نتعاطى بما يتناسب مع حقيقة الصراع. النظام يريد أن يقدم بكل خطواته في البحرين تكميم الأفواه، اعتقال شيخ عيسى، إبعاد شيخ عيسى، القضاء على الثورة، ولكن بدون أن يكون لنا ردة فعل. قتل الشهيد الحايكي، واقترب الناس من قوات المرتزقة، ما كان ردة فعل واحدة تجاه المرتزقة، فقط كانوا يهتفون وتنفرقوا. حتى المرتزقة ما قاموا بردة فعل تجاه المتظاهرين والمحتجين. ليش؟ ما يريدون يستفزون الشعب، يريدون خططهم تنفذ بدون أن يتحقق ردة فعل شعبية تجاه غاضبة تجاه الأحداث. لذلك إحنا يجب أن نضع خطة تفسد مخططهم. يجب أن ننشر ثقافة التمرد، مو كل واحد يطرشون ليستدعاء يروح، بل لابد ما حد يروح، ما حد يستجيب. هذه القوانين كلها قوانين ظالمة، كلها قوانين ظالمة، ولا قانون من هذه القوانين قانون مستند على الحق، كلها قوانين ظالمة وقوانين باطلة، ويجب أن لا نعترف بها. وهذه المحاكم هي محاكم مسيسة وليست مستقلة، يجب ما نقبل بها ونتمرد عليها لكي نفرض عليهم أن يتعاطوا، على الأقل ما نسمح لهم يفرضون إرادتهم وإحنا نبتسم وإحنا نضحك ويسلبوننا ردة الفعل. الآن إحنا حتى إحنا عندما يصلنا خبر ما يكون لنا أي ردة فعل. ليش؟ لأنهم ما يتعاملون بوحشية ولكن ينفذون مخططاتهم. لذلك أعتقد إذا استمرينا على ما نحن عليه اليوم، كل واحد يطرشون لإحضارية يجي ويأخذون يرششون السجن معزز مكرم ويبتسم ويقول معاملتهم محترمة، بعد إحنا منطبع إلى الظلم، منخلي الظلم أمر طبيعي جدا ويصير واقع نتعايش معه. اليوم استطاع النظام أن يحول هذا الصراع في البحرين إلى فقط في محيط بيت الشيخ، بل أكثر من ذلك، بس من الساعة 4:30 العصر أو 5 العصر إلى الساعة 9:30 الليل، بس النظام قاعد يدير الصراع بشكل صحيح، وكل أهدافه إذا ما تنبهنا إليها سوف تتحقق. لذلك علينا اليقظة، علينا الانتباه، علينا التمرد. سوف تنتقل الثورة من الحراك السلمي إلى الحراك الثوري المسلح، لأنه سوف تنتهي كل فرص التعايش السلمي مع آل خليفة. هذا موضوع واضح تكلمنا فيه
وأوصلنا الرسالة بشكل واضح للأمريكان ولآل خليفة، وهذه رسالة أخرى نؤكد عليها اليوم. أما خارجيا، أنا من الناس الذي أعتقد أن يجب أن لا نعول على الخارج، وأن نصنع ظروفنا بأنفسنا. إذا انتظرنا الآخرين يفعلون والآخرين هم الذين يقوم بأدوارنا، هذا اشتباه كبير. أعدم الشيخ المليون، ما الذي حصل؟ الشيخ الزكزاكي أطلق عليه الرصاص وفقد عينه، والآن هو مرمي في السجن وقتل أهله. ما هي ردة الفعل؟ أكثر من مجلس فاتحة لن يعملوا علينا، أكثر من مجلس فاتحة ما بيصير. لذلك إحنا يجب أن نقرر مصيرنا. نعم بصير إدانات وبيصير تضامن وبيصير تعاطف، لكن إحنا إذا ما تحركنا بأنفسنا لن يتحرك الآخرين نيابة عنا. إحنا إذا ما دافعنا عن أنفسنا الآخرين لن يدافعوا عنا. إحنا أهل الأرض، إحنا أهل القضية، إحنا أصحاب القرار. إذا إحنا ما دافعنا عن أنفسنا بشكل قوي وجاد، الآخرين لا يستطيع يفعلوا لك شيء. لا أحد يقاتل نيابة عن أحد، لا يوجد أحد يدافع عن أحد لا يتحرك. اليوم الشعب العراقي إذا ما يتصدى ما حد يقاتل عنه، الشعب اليمني إذا ما يتصدى ما حد يدافع عنه، الشعب السوري إذا ما يتصدى ما حد يدافع عنه. عندنا شيء واضح في المنطقة الشرقية، عندما لم يتحرك أحد في المنطقة الشرقية من فعل له شيء؟ من الذي دافع عنهم؟ من الذي قاتل عنهم؟ ما حد يدافع عن أحد. نعم الآخرين إذا أنت اتخذت القرار وتصديت يساندك، وهذا أقصى ما يستطيعون فعله، أقصى ما يستطيعون فعله. لذلك مسألة الدعم الخارجي أو ردات الفعل الخارجية يجب أن لا نعول عليها منعزلة عن دورنا، بمعزل عن دورنا. نعم إذا احنا تحملنا المسؤولية وتصدينا وتحملنا ممكن الآخرين يساعدونا، أما إذا احنا ما تصدينا ولم نتحمل المسؤولية ولم نتحمل الضريبة، لا يوجد أحد في الأرض يجي ويقوم بدورك. أكثر من التضامن وأكثر من التعاطف لن يكون إذا لم نتحرك داخليا. الخارج يتأثر إذا تحركنا داخليا. الآخرين يساندوك إذا أنت تصديت، أما إذا أنت ما تتصدى وتبي تنام وتبي تطلع تتعشى وتبي تروح المجمعات وتبي تسافر وتبي تغير جو وتبي تعيش حياتك وتبي الآخرين يجون ويدافعون عنك ويقاتلون ويقدمون دماءهم، هذا واهم من يفكر بهذه الطريقة. واهم. إحنا علينا أن نتصدى، أن نتحمل المسؤولية، الآخرين سوف يساندوك ويدعموك. كل شعب، كل شعب، مو شعب، دجاجة في قفص، دجاجة في قفص خلها وأشعرها بأن هناك خطر على وجودها، على طيرات مالها، فراخ مالها، تقوم بردة فعل أو لا تقوم؟ دجاجة تقوم بردة فعل أو لا تقوم؟ تدافع عن نفسها وعن أبنائها أو لا تقوم؟ إذا شعرت أن وجودها يتهدد فإنها تستخدم كل ما بإمكانها من أجل حماية نفسها. إحنا بشر، الله أعطانا العقل وأعطانا القدرة وأعطانا الإرادة، ما منكون أقل من الدجاج.
وإحنا مو بدعان من الشعوب، كل الشعوب الذين تعرض وجودهم للخطر دافعوا عن أنفسهم بكل ما يملكون، بكل ما يملكون. نحن لسنا بدعا من الشعوب ولسنا بدعا من المخلوقات. إذا يتهدد وجودنا سندافع عن وجودنا وعن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة ومن قدرة ومن إمكانات.